في الندوة الصحفية دي اللي تم تخصيصها إلى ما يسمى بعملية المطار اليوم 14 جانفي. دونك كما الكل تعرف اللي في الفترة الأخرانية سادت العديد من الروايات سواء على وسائل عبر وسائل الإعلام وإلا تداول على وسائل الإعلام الرقمية، تداول العديد من الروايات فيها جزء صحيح وفيها اللي هو معناها ينقص الدقة. ومن خصائص الوحدات الخاصة اللي شاركت في العملية هذه هو التكتم والسرية. معناها بعبارة أوضح، العباد هذوما اللي شاركوا في العملية في العادة نتاعهم هما يتستروا وما يحكيوش برشا، ما يظهروش في وسائل الإعلام. العباد هذوما اللي هما ينتميوا لقوات الأمن الداخلي اللي شاركوا بجزء نتاعهم مهم في الثورة نتاع 14 جانفي، حيث كانت تتم للمجهود اللي عمله المواطنين. وهنا نذكر اللي العديد من افراد قوات الامن الداخلي زاد توفوا على غرار الشهداء نتاعنا من المواطنين، وبالتالي نطلبوا لهم الرحمه، نترحموا عليهم، دونك نترحموا على شهدائنا من المواطنين وكيف كيف شهدائنا من قوات الامن الداخلي وكيف كيف الجيش. دونك العمليه هذه اللي انطلقت من حوالي من ساعتين لسبعة العشية باش تاخذوا الاجزاء نتاعها بالتدقيق من طرف مدير مجابهة الارهاب المقدم سمير طرهوني، اللي هو كان قائد العملية هذه وكان تتمحور حول وحدات أخرى من الأمن ومن الحرس. تو يعطيكم إيضاحات في شأنها باش تاخذوا جزئيات وتنجموا تعرفوا من حقيقة ما جرى بالدقيقة بالدقيقة في النهار نتاع 14 جانفي. وزاد كيف كيف باش تعرفوا اللي الناس هذوما خاطروا حتى بحياتهم، لانه كما نجحتش العمليه هذه كانت ربما يكون مصيرهم مصير مجهول وربما ما يكونوش موجودين معنا هنا. المهم اللي هو في نهايه الندوه هذه باش يتم تخصيص حوالي 15 دقيقه. 15 دقيقه اذا كان فما بعض التساؤلات اللي انتم ما شفتوهاش واضحه اثناء معناها العرض نتاع المقدم سمير الطرهوني، ما فيها باس معناها نسمح لكم مجال باش معناها تسالوا، وكما تراو شمال عم نفضلكم نكتفيو بالموضوع نتاعنا اليوم. اذا كان فما تساؤلات اخرى احنا عندنا لي بوانت بريس اللي معناها موجودين في المبرمجين في معناها في وسط الاسبوع يتم اجابه التساؤلات اذا كان فما حاجات اخرى. دونك اليوم نفضلكم نكتفيو بالاسئله اللي تخص الموضوع نتاع ولا الحادثة نتاع 14 جانفي. ونقدم لكم توا سي سمير طرهوني باش يبدا معناها يعطيكم العرض نتاع الوقائع. مرحبا بكم. تلمينا اليوم باش نتناولوا موضوع 14 جانفي وبالتحديد حديث المطار. باش نبدا في الموضوع بسرد حياتي المهنيه اللي يمكن في الاخر باش نفهموا كونها ارتبطت برشا بأسباب اتخاذ القرار. تكونت في المؤسسة العسكرية بالأكاديمية العسكرية لفترة 4 سنوات. بشرت مهامي بالإدارة العامة لأمر رئيس الدولة والشخصيات الرسمية لمدة 6 سنوات، اللي كان فيها 4 سنوات كنت على رأس الوحدة المختصة للإدارة العامة لأمر رئيس الدولة والشخصيات الرسمية أو ما يسمى بالمصطلحات الإعلامية النينجا. ثم تنقلت للإدارة العامة للأمن الوطني فين بشرت مهامي على رأس الفوج الوطني للتدخل السريع لمدة 4 سنوات. ثم وبداية من سنة 2007 كنت على رأس الفوج الوطني لمجابهة الإرهاب. برشا يقولوا معناها علاش جات الندوة نتاعنا بعد مدة يمكن 7 أشهر. الحقيقة كانت أول سبب هو ضغط العمل، وكنا نعرفوا بعد 14 جانفي عشنا احداث وعشنا شبه انفلات امني اللي الحمد لله اليوم بمضاعفه المجهودات نتاع جميع الوحدات الامنيه والجيش الوطني وصلنا نوعا ما الى البر الامان، واللي ما زلنا ان شاء الله نكونوا في حاله من حسن الى احسن. السبب الثاني اللي كنا نعرفه كانت التحقيقات منشوره امام منظار التحقيق ومبدا سريه الابحاث يلزمنا باش ما نصرحوا بحتى معلومه من باب الانضباط. والسبب الثالث اللي خلى الندوه نتاعنا تكون في الوقت هذا هو بدايه التسريبات اللي وقعت على اثر المحاكمات ومن جرى عنه من بعض التاويلات للاحداث اللي رات الاداره مصالح باش نصرحوا
ونوروا الرأي العام ونضعوا حد للتأويلات. الوقائع معناها هذه اللي باش نسردوها باش تكون حسب اعتماد التسلسل الزمني للأحداث، واللي باش نقولوه توا فيه جميع المصاحيب من تسجيلات صوتية بالطبيعة بتاع الهواتف اللي كانت مستعملة في الفترة ذيك، من صور فيديو لكل ما هو موجود في الوزارة وفي مطار محافظة المطار، ثم سماعات التحقيق اللي شملت كل اسم تذكر في الأحداث هذه. كنا نعرف 14 جون في خاصة الصباح كيفاش كانت بداية التحركات في شارع حبيب بورقيبة، لنوصل مباشرة الماضي ساعتين باش نقصروا شوية من الكلام، ماضي ساعتين تبارك الله كانت الفول معناها وصلت ما بين 30-40 ألف. الفوج الوطني لمجابهة الإرهاب وقع استعماله بداية من نهار 14 في الليل لتأمين مقر وزارة الداخلية، يعني الشرفات الأخرى، يعني معناها بداخل مقر وزارة الداخلية. مع ماضي ساعتين وخمسة بالتحديد تجيني مكالمة من المسؤول على الفرق العاملة بمجابهة الإرهاب العاملة بمقر وزارة الداخلية، يفيدني بكونه تلقى تعليمات، قولوا نحن التيرم تكنيك باش يحط سلاح بال او كانو. بال او كانو هي التأهب للرماية، ما جاتش تعليمات بالرمي باش نوضحوا، صارت في بعض الحين جات تعليمات بالرماية، لا جات تعليمات ماضي ساعتين وخمسة بالتأهب للرمي، معناها ما نعرفوش بعض لحظات يمكن تبدأ الرماية. هو فادني بها، معناها في وقتها رجعت قلت له تنحي الكرتوش، معناها تنحي الكرتوش تعكس معناها نرفضوا التعليمات هذيا، تاخذ الغاز المسيل للدموع وتستعمل الغاز. وكيف كيف مررت المكالمه لجميع اعضاده، خفت معناها من وقتها الحاله اللي فاهم الوزاره معناها نعرف الاتصال باش يكون صعيب، كلمت اعضاده معناها المساعدين نتاعو عبر الهاتف من مكتبي وقتها، انا في الوقت هذاك كنت في المكتب نتاعي بثكنه بوشوشه. كيف كيف نحي الكرتوش وتاخذ الغاز في يديك. بعد بثلاثة أربعة دقائق كنا نحن عاملين خلية أزمة بالفوج، نتبعوا في الأحداث عبر الهواتف وعبر الأجهزة متاعنا، في الجهاز تجي مكالمة تفيد بكونه فما شغب ورمي بالحجارة في محيط مطار تونس الدولي كارتاج. ما هزيت التليفون كلمت زميلي يخدم بفرق تأمين الطائرات، زميلي حافظ العوني، باش نستفسر على الشغب بالمطار في وقت نهار 14 فما شبه غياب للقيادات، وصبحنا نحن نسقوا وحدنا باش نشوفهم نواكبوا الاحداث. يفيدني زميلي حافظ العوني يقول لي لا ما فماش احداث شغب بالمطار، واتيت رميكال يكلمني يقول لي الا انه هاي العائله كل ملمومه وقاصد ربي. شكون العائله؟ قال لي يا ولدي اول مره تربوا تلموا طرابلسية وبن علي. قال لي هاهم 30 واحد. والله معناها ما عند واحد ما غير ما يشعر. انا وقت اللي جات المعلومه هذه حسيت مش زيد كونفيرميت اللي الرئيس هو رئيس طرابلسية ماهوش رئيس الشعب، معناها احنا في ثلاثة دقائق التالي كنا باش نرميو على الشعب. وهنية حاجة يمكن يعرفوها العسكريين أكثر، كان الوحدات الخاصة تعدات للرماية ضد الشعب، اللطف كنا باش ندخلوا في كارثة، معناها تقوم تعرفوا الكل ما معنى الوحدات الخاصة، معناها بالكاشف الرئيس نحن نقتلوا بعضنا، نحن نرميو على العباد خارجه معناها يعلم ربي بالقهر اللي عندها نرميو عليهم، والعائله كيف كيف لاخر لحظات العائله وكهو. قلت له يا حافظ عطلهم. قال لي شنو؟ قلت له عطلهم، عطلهم على جينا. علقت التليفون. كيف كيف بالمناسبه عندي زوجتي تخدم بتور دو كونترول، كيف ما نشوفوا اسباب جابها ربي ركبت على بعضها، نزل التليفون ونكلم المدام، انا مشاف اعتقادي كونها طائره خاصه، معناها قلت العائله راهي طائره خاصه، قلت لها فما طائره خاصه باش تطير توقفها. قالت لي شنو؟ قلت لها وقفها انا جينا. معايا اعضائي وقتها في خليه الازمه الكل فرد كلمه، قلنا الرئيس يتمليك علينا، توا كنا باش نضربوا بالكرتوش، توا ضرب السياتير، نتحملوا مسؤوليتنا في هاللحظه التاريخيه ولازم نعملوا حاجه. الكل فرد كلمه انطلقنا. كانت المجموعه وقتها متكونه من 12 نعاون فقط، من 12 معناها من عناصر الفوج فقط. انطلقنا على متر زوج سيارات، كانت المغادرة 14:40 مينوت، معناها بالضبط الأربعة غير أربعة في اتجاه مطار تونس كارتاج. وصلنا لمطار تونس كارتاج بالضبط الأربعة غير درجين، استغرق الطريق 10 دقائق. ما ثلاثة غير أربعة وصلنا ما ثلاثة غير درجين.
14:40 الوصول 14:50. بطبيعه نحن المعلومه كونه هو في القاعه الشرفيه توجهنا مباشره للقاعه الشرفيه. وصلنا القاعه الشرفيه هبطنا بالاسطوان الحقم اجل جين بصلاحاتنا وكرتوشنا وكل شيء. في الانطلاق المهمه كانت التعليمات للناس الكل كانوا باش نلقاو القبض على طرابلسيه وحتى حد ما يستعمل الكرتوش وكان فما استعمال كرتوش باش نكون اول واحد يرمي. هبطنا القاعه الشرفيه نلقاو زملائنا من محافظه المطار نبهنا عليهم طول الاولاد خلونا رايدين تعليمات من فوق. وهذا الموكلي اللي الحمد لله عدينا به خاصه 30 دقيقه الاولى ما غير مقاومه. تعليمات من فوق وهنا بصراحه جد علاش؟ خاطر يعرفونا الوحدات نحن ما نخرجوا كان بتعليمات من فوق، ريالمون معناها ما نتحركوا كان بتعليمات معناها يا وزير الداخليه ولا فما فوق. دخلنا مباشره القاعه الشرفيه، ما لقينا حتى حد. شقينا القاعه الشرفيه باش نتعداو لي بيست. نحن شقينا القاعه الشرفيه نلقاو في البيست من غاديكا كار طلعوا على متنها ركاب وفما ثلاثه ولا اربعه باقي باش يطلعوا، شافونا هربوا يتجراوا. خلطوا راهم الاولاد رمينا ثلاثه كرتوشات في الهواء نبطحوا في الارض تم تكبيرهم ورجعناهم للحافله. طلبت كيف كيف في المطار المدام قلت لها وين الطياره الخاصه؟ قالت لي في باركينغ تونيزافيا. توجهنا مباشره مع سائق الحافله اللي هو يعرف المطار باركينغ تونيزافيا. وصلنا لقينا طائره خاصه صغيره الحجم معناها ماهيش ال 30 اللي نحكي عليهم. نلقى قدامها معناها مرافق فيو اللي كيف ما قلت خدمت في الاداره العامه للرئيس نعرفه. قلت له شكون فما وقتها جاوبني قال لي سيرين. يا ودي شكون؟ قال لي سيرين وحدها. وبصراحه وقتها الانسان فاهم الموضوع سيرين ما تعني حتى شيء في الموضوع وكنا نعرف. رجعت كيف كيف طلبت زميلي حافظ عمري قلت له فانا طياره افادني وقتها قال لي طياره ليون. قال لي راي طياره ليون. نطلب كيف كيف نثبت في المربط نتاع طياره ليون تفيدني المدام قالت لي المربط بابا تروا معناها باركينج نعرف.